رائد يوسف القطناني، فنان تشكيلي، عضو برابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، مدرب ومصمم جرافيك. فلسطين أساس في كل أعمالي. أنا حضرتها من السنة الماضية مصادفة، كنت موجود بإسطنبول وحضرتها. حقيقي مجهود عظيم، يعني اللي بنشوفه جميع ما يشاهد على الستيج أو على المسرح أو على المنصة، وراءه جيش من المعدين، جيش من الناس اللي بتتعب وبتسهر وما بتنام أيام. حقيقي لهم كل التحية، لجميع الجنود المجهولين، من أول واحد ابتدأ بالفكرة إلى أي شاب ناول أي واحد أي غرض. بكل معنى الكلمة كل شيء كان معد بشكل ممتاز وأكثر ممتاز. حقيقي لما حضرت السنة الماضية شعرت بالغبطة والغيرة من البعض، غيرة إيجابية طبعاً، إنه نفسي أكون بهذا المكان. وفوجئت فعلاً لما أجتني الدعوة، يبدو كانت أبواب السماء مفتوحة، وشاركت شعرت بأنه كان في تقدير كبير للشيء اللي بقدمه، في احترام للمضمون، في احترام للشخص، ما هو عبارة عن فقط شخص أجا أدى دوره وحمل حاله وراح، لا، هو في احترام إلى الآن يكرموا اللي قدموا السنة الماضية، قدموا بالعام الماضي، والسنة نرى تكريم عظيم جداً بكل يوم إحنا ما بلمه. أنا كلمتي الأولى للشباب بغض النظر عن موضوع الفعاليات، اتبع حلمك. حقيقي الشباب كتير يتبع ما يحلم به الأهل بالدراسة بالتخصص بكذا، لا، اتبع حلمك. بالنسبة لهاي الفعاليات هي خاصة الجادة، في فعاليات لا مش جادة، فعاليات من وراءها مكسب مادي، من وراءها تجارة، لا، هذا هاي هي التجارة الحقيقية اللي تتاجر بالإبداع. أنت بضاعتك هي الإبداع، فتابع، تابع أي واحد عنده أي حلم لأي شيء، أي واحد عنده إبداع ولو قليل، لا ينتظر، يتابع وممكن يشارك، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.